يا صباح الخير عن جديد، يا صباح الخير لكل ستات البيوت اللي عم يشاهدونا هلا. اليوم مثل ما عودتكم اليوم الخميس رح اعمل لكم كيكه كثير طيبه بمناسبه انه هذا الاسبوع هو اسبوع عيد المراه العالمي، يعني رح نعمل كيكه لذيذه ظريفه وكمان يعني الاولاد بياكلوا منها. كثير سهله وكثير بسيطه ومقاديرها موجوده باي بيت. رح اعرفكم على المقادير. هون رح احتاج كوب ونصف من الطحين، ثلاث بيضات، كاسه سكر مع نص كاسه حليب، نص كاسه زيت نباتي. هحتاج ربع كوب كاكاو او ثلاث معالق تقريبا. هون في عندي ظرف نسكافيه حليته بفنجان من المي السخنه، يعني هلا تقريبا صار فاتر، انا هيك بدي اياه. هحتاج طبعا باكينج فانيليا، باكينج باودر، رشه ملح مع بيكنج صودا. للصوص انا اليوم حابه هيك زين لكم اياه. طبعا نحن تعلمنا كثير خلطات لحتى نزين فيهم الكيكات. اليوم رح اخلط لكم بين الشوكولاته دهن اللي بنلف فيها الساندويش العادي مع شوي من القشطه. كثير سهله كثير بسيطه الكيكه، ما بدها شيء. رح ضيف هون عندي انا ثلاث بيضات مع ظرف الفانيليا او معلقه مسطحه مع كاسه سكر، ورح احطهم على الخفاقه ونشغل، بس يعني بدهم ياخذوا شغله دقيقتين خفق. تقريبا هذا الخليط صار جاهز. هلا انا هون رح اجيب مثل هذا الجات. هون رح اضيف كاسه ونص من الطحين مع ثلاث معالق من الكاكاو، او مثل ما قلت لكم ممكن ربع كوب، مع ظرف باكينج باودر، رشه ملح كثير صغيره، مع معلقه صغيره من البيكنج صودا. حنقيمهم وننخلهم كلياتهم سوا فوق الخليط تبع البيض والزيت بهذا الشكل، ورح انخلهم. يعني دائما بتمنى مرحله النخل دائما باي نوع من الجاتويات ننخل الطحين. لاحظتوا الكيكه كثير سهله وموادها كثير بسيطه، ما بدها شيء. وهلا انا تقريبا بدي احطها على فرن بحراره 180. دائما بقول لكم الكيك لازم نحمي الفرن قبل بوقت، قبل بوقت نحرك الكيك ننخل الطحين ونشعل الفرن قبل بوقت. هلا رح اورجيكم كيف صار هون عندي الخليط بهذا الشكل. رح احرك. طبعا انا مجهزه قالب كيك، فيكم انتم بالبايركس بالكيك تحبوا تحطوا ورق زبده، طحين وزيت او طحينه، ونحرك هيك بسرعة. هلا أنا بصراحة للطحين بحب دائما ضيفه بإيدي وحركه بإيدي، ما حطه على خفاقة الكهرباء. بورجيكم القوام تبعه كيف صار جاهز عندي بهذا الشكل. ما ضل غير أنا قيمه وحطه لأكل القالب. دهنته أنا شوية طحينة، رح قيمهم وحطهم فوق مثل ما قلت لكم، رح احطه على حرارة 180 تقريبا. بده ياخذ معي 40 دقيقة وبرجع لعندكم بعد شوي لحتى نعمل أنا وياكم الصوص الشوكولا.
سلم ايديك يا شيف، يعطيك العافيه يا شيف، شكرا لك. يا صباح الخير عن جديد، يا صباح الخير لستات البيوت اللي فاقوا هلا يلي اجت لعندهم الكهرباء هلا، يمكن فايقين من بكير. اليوم الخميس، دائما مثل ما كنت معودتكم دائما انا بحب اعملكم هيك اكله حلو نسهر فيها، بالذات بعد ما ردت رجعت الشتويه أو من قبل، فهلا نبلش نشتهي الحلو. اليوم عملت لكم كيكه كثير طيبه كثير لذيذه، هي كيكه الشوكولا. هلا هي بصراحه صارت بالفرن، بس ممكن لكم على السريع انا المقادير اللي انا حطيتها. حطيت 3 بيضات، خفقت 3 بيضات مع ظرف فانيليا وكاسه سكر، خفقتهم تقريبا، انتم عندكم بالبيت انا هون ما اعطيتها كثير خفق، خفقوها تقريبا لدقيقتين لحتى يصير عندكم فوليوم. بتضيفوا فوق منهم فنجان من النسكافيه، حطيت نص كاسة حليب مع نص كاسة زيت نباتي، بعدين قمتهم وحطيتهم على جنب. المواد الجافة خلطتها كلياتها، حطيت كاسة ونص من الطحين، معلقة باكينج باودر، معلقة صغيرة بيكنج صودا مع رشة ملح كتير صغيرة وثلاث معالق كاكاو، خلطتهم مع بعضهم، بعدين جبت المنخلة ونخلتهم فوق البيض والزيت والحليب وحركتهم بعدين بيدي، ما ردت رجعتهم على الخلاط، حركتهم كتير منيح. كنت أنا داهنة القالب شوي من الطحينة، وفيك تحطي زيت وطحين، ممكن تحطي ورق زبدة اللي أنت بتحبيه لأنه نحن بدنا نقلبه بصراحة. بعدين حطيته من فوقه، شغلت الفرن قبل ما بلش، يعني دائما نحن بدنا نعمل جاتو خلينا قبل بعشر دقائق نحمي الفرن على حرارة 180 دائما، بس من تحت، من فوق ما تشغلي له للجاتو حرارة من فوق ولا حتى آخر وقت، إلا إذا حابة يكون وشه أغمق بشوي. هلا بما انه رح يخلص الكيك بالفرن، رح نعمل انا وياكم الشيء اللي انا حزينه فيه. انا عملت لكم كذا طريقه لتزيين الجاتويات وصوصات الشوكولا، اليوم جبت لكم طريقه كمان جديده وغريبه. هلا الشوكولا هي السائله نحن نفسها هي اللي بنلف فيها سندويشات للاولاد على المدرسه، رح نضيف عليها معلقتين او اكثر من القشطه ونحرك. طبعا انت بتحبي تزيني باي شيء، ممكن شوكليت شيب، ممكن تحطي شوكولا مبروشه، ممكن مكسرات. انا بصراحه اليوم حابة الفريز، زينه بالفريز، رح قد ما فيني حري لورجيكم كيف رح يصير عندي القوام. هلا انا هون ممكن احتاج نتفه صغيره من المي المغليه، هاي المي مغليه نتفه صغيره بس لحتى تسهل معي الحركه وحرك بسرعه. هلا انا اذا انتم ما عندكم البوش اللي بنعمل فيه الكريمه شانتيه، ممكن تجيبوا كيس فريزر، انا هلا قدامكم هعمله وقت برجعوا لعندي بعد شوي، لحطهم بكيس فريزر مشان نزين انا وياكم الكيكه اللذيذه جدا والمشهيه، ويلي باذن الله اليوم ان شاء الله اكثريتكم رح تجربوها وتعملوها. وهيك صار عندي قوام الصوص، لا والله بدي خففه كمان شوي بشويه مي كمان، هرد ارجع حرك لانه انا بدي اياه احطه، اذا حطيته بالكيس يكون قدران هيك. تمام هذا هو اللي انا بدي اياه يا صبايا، يعطيك العافيه، الله يعافيكم يا رب. يا صباح الخير عن جديد، يا صباح الكيكات اللذيذة اللي ساعد عم صورها، كثير طلعت لذيذة وكثير مبسوطة فيها. بس بصراحة أنا وعدتكم إنه نزينها سوا، بس لضيقة الوقت بصراحة زينتها أنا بهذا الشكل. مثل ما شفتوا صوص الشوكولا أنا عملته جنب منكم، حطيته بكيس فريزر وساويته هيك روحة جاية روحة جاية، بعدين حطيت على الداير فريز وهيك صار شكلها يلي مش لي من هنيك عم تطلع عليه وتقلي شو هاد يا شيف. هابي وومنز داي شيف، ثانك يو اند فور يو اند فور نور.